عندما أسس الآباء اليسوعيون جامعة القديس يوسف في العام 1875 كانوا على دراية بأن منارة للشرق قد ولدت، منارة خرجت من رحمها تيارات فكرية متنوعة وشخصيات رائدة من كافة الاتجاهات الفكرية والدينية والسياسية والأدبية والعلمية. الجامعة التي بنيت على صخر والتي سبقتها مدارس وإكليركية في غزير العام 1831 تستمر منذ أكثر من 140 عاما في التعليم والبحث وخدمة المجتمع وإرساء التنوع الفكري وحرية الرأي وقبول الآخر، سعيا لإعداد جيل قادر على بناء أمة ودولة. الإنعام الكنسي الصادر عن البابا ليون 13 في العام 1881 منح الرهبنة اليسوعية الحق في منح شهادات في الفلسفة واللاهوت أولاً، وتأسست المكتبة الشرقية، بعدها كانت ولادة كلية الطب، ومن ثم مستشفى أوتيل ديو بعد ذلك بأربعين عاماً، فكليتي الهندسة والحقوق وكرت سبحة الكليات والمعاهد ومدارس الدكتوراه. صمدت الجامعة في عز الحرب الأهلية وتحملت الأهوال على خطوط التماس ولم يثنها تحد. مبان توسعت وأخرى شيدت، وفرشت الجامعة اليسوعية معرفتها على امتداد الوطن بدءا من العاصمة بيروت إلى طرابلس وصيدا وزحلة وصولا إلى إمارة دبي. الإصغاء لحاجات المجتمع هدف أول وضعته جامعة القديس يوسف منذ نشأتها، فإلى جانب إعداد خيرة الطلاب أكاديمياً تنتهج الجامعة التواصل والحوار، حوار يرتكز على تعدد اللغات والثقافات، يعزز روح الديمقراطية لدى كل طالب من 12,000 طالب يؤمونها اليوم عبر التمسك بحريتهم الشخصية مع تقبل الآخر بعيداً عن أي تمييز ديني أو طائفي أو اجتماعي أو مناطقي لم تعرفه الجامعة يوماً. باختصار، هذه هي الجامعة اليسوعية منذ نشأتها حتى اليوم. جامعة القديس يوسف أو الجامعة اليسوعية، بكف الاسم حتى يختصر تاريخ كبير لها الجامعة العريقة منذ تأسيسها بالعام 1875، أي قبل 100 سنة من الحرب الأهلية اللبنانية اللي كانت هالجامعة شاهد عيان عليها بحكم موقعها على خطوط التماس. وسط العواصف بقيت جامعة القديس يوسف المارد الواقف ببج ريح التدمير لنشر الحضارة والعلم وتكوين عقول وشخصيات ساهمت ببناء مش بس لبنان وحده بل الشرق كله. الأب اليسوعي سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف اليوم غني عن التعريف مش بس لإدارته الجامعة بل لشخصيته الغنية بأكثر من مجال. إيمانه بالله وبالعلم ما بيضاهي إلا إيمانه بالشباب وبالقدرة على تحقيق المستقبل. مع الأب الدكتور سليم دكاش ابن إكليريكية مارمارون للأباء اليسوعيين في غزير والتلميذ السابق للجامعة اللي بيتولى رئاستها منذ الأول من آب 2012، جامعة القديس يوسف أكيد بأيدي أميني، فرسالة الرهبنة والتعليم بيتكاملوا بهذه الشخصية المنفتحة الرائدة في العمل على تلاقي الحضارات والحوار بين الأديان وترسيخ العلاقات الإسلامية المسيحية. مساء الخير أبونا، أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير، شكرا. بيشرفني وبيسعدني كتير نحكي عن شخصك الكريم وعن هذه الجامعة العريقة اللي خرجت آلاف
من رجالات لبنان اللي عم ينجحوا بكل العالم، عم ينجحوا كمان بالعالم اللي بيحكي اللغه الانجليزيه، مع انه اللغه الانجليزيه بعد ما فاتت على الجامعه اليسوعيه قريبا قلت لي حتدخلوا. صحيح صحيح، اهلا وسهلا فيك. شكرا. خليني بلش من اللقاء اللي جمعكم مع بابا روما، مع بوب فرانسيس. بدي اقول لك بصراحه ابونا، في البعض بيشعر انه صار في كان هو ما بين عالم الكسلكة في العالم، خليني أقول يمكن تطلع تقيلة، عالم الثالث أو عالم الفقير أو العالم النامي، وما بين روما. يمكن البعض يعتبر أنه إجا بوب من لاتن أمريكا، هيدا شغلة إنجاز كتير مهم وكتير كبير، بس فكريا كان متقدم يمكن على كتير من بابوات روما اللي كانوا من قلب أوروبا. عم بتحس فكريا هو عم تكبر أم ما زالوا كاثوليك الشرق موارني وكاثوليك يتبعون روما بالحذافير مع بابا هالقد متقدم بمواقفه؟ صحيح، يعني بابا فرانسيس متقدم بفكره وبنظرته للعالم، وهالشيء هذا منطلق من خبرته، من خبرته الرعوية. هو بعتقد ابن الأرض، الأرض يعني الناس، الناس اللي هن فقراء، اللي هن اوقات معترين، بسطاء، لكن هذا ما بيمنع كمان انه عنده صداقات كتير بين المفكرين، بين الناس اللي بيحبوا يتحاوروا. عنده كمان خبره كبيره بامريكا اللاتينيه، لكن اليوم عم تزداد هالخبره هيدي مع قطاعات واسعه من الناس اللي بنقدر نقول عنهم لا دينيين، او اللي هن ما كتير يعني بهمهم موضوع الدين. علمانيين او خلينا نقول صحيح. حتى ملحدين، حتى ملحدين. من هون يعني بعتقد البابا فرانسيس في عنده نقطتين او ثلاثه يعني بفكره بهمه كثير انه يقطعهم. اولا انه الكنيسه ما تكون كنيسه يعني مجموعه متحجره اذا فينا نقول، مش هيدا بس، حكي عن كلمه كونتوار، يعني انه نوعا ما كنيسه هم انه يكون في عندها مكتب والناس يجوا حتى يتفاعلوا مع هالمكتب هذا، لا، بدها تنزل هي على الارض، بدها تروح تترك المكتب وتنزل على الارض حتى تشوف شو هو واقع الناس وتحكي مع الناس وتجاوب على كمان امالهم واسئلتهم ومشاكلهم الى اخره، مثل ما عمل امبارحه، يعني انه راح على اليونان وجاب معه ناس، يعني نزل على الارض. هو جاب معه مسلمين يعيشوا بالفاتيكان يمكن لاول مره. صحيح، من هالناحيه هيدي يعني هو كمان هيدي النقطه الثانيه كثير بعزيزي على قلبه، هو انسان حوار، انسان منفتح على كل الديانات. بالنسبه له المهم هو الاخلاق، المهم له هو هالقلب الكبير اللي فيه عاطفه، اللي قادر يعطي، اللي قادر يحب، اللي قادر يجمع. وهو بعتقد شخصيته هيك، من انطلاق من شخصيته، مش شيء اللي عايشه هو بيفكر هيك. الجامعة اللقاء معه لقاء هيك مع شخص كأنه يعني جاي من كوكب تاني أو من عالم تاني، ويدفعك أنه أول شغلة أنه أنت تعيد النظر داخليا بمن أنت وشو عم تعملي وشو هي مهمتك وشو هي رسالتك على هالأرض هيك. شو حلو، على أمل على كل حال نلحق اشخاص من هذا النوع، نلحقهم فكريا، عم بحكي مش نكون فولورز. صحيح، مش نكون اتباع فقط. انا شخصيا متابع له، يعني لكل الانشطه اللي بيقوم فيها، لكل الاقوال اللي بيقولها، لكل الكتابات تبعها اللي هو قام فيها. بقى من هون يعني كثير مهم انه واحد يتعرف عليه كمان من خلال فكره، فكر نير، يعني فكر بينقلنا من كليشيات، من عالم كليشيات الى عالم ثاني، عالم اكثر يعني خليك هيك تكوني خلاقه بناءه، تطلع الواحد يطلع من ذاته ويطلع افكار جديده حتى يربح العالم. رجال الدين اكثر شيء بيعملوه هن، خلينا نقول بيتصرفوا اوقات كانهم ديانين للناس والمجتمع. بوب فرانسيس بيقول هو ام اي تو جادج، من انا لاحكم او لاحاكم، وهو وهو راس الكنيسه بالنهايه. أكيد، وملايين أكيد، الاتباع. خليني انتقل الى الجامعه. الدين بيهمه الانسان، الانسان طينه الانسان، وهذا شيء كثير واضح. صح. الجامعه يمكن هو هذا المختبر اللي فيك تقدر تقول قديه نحن عن جد بهذا التوجه او بهذا المكان، خاصة أنه جامعة اليسوعية فيها نوع من توجيه، خلينا نقول أكيد. للطلبة بعدنا على هذا النظام، رغم الحرية الموجودة، رغم أنه عندكم كلاب للايسيتي للعلمانة، رغم ذلك
بعد في توجيه. قدي بتحس انه نحن عم نلحق هذا الفكر عبر الجامعة، عبر الجامعة اليسوعية على الصعيد الفكري بدي بلش قبل ما نحكي عن نحن الجامعة اليسوعية عندها تقليد التربوي، يعني من هالناحية هيدي يعني كلمة الجودة والامتياز عندنا معناتها كتير، مش معناتها فقط يعني انه واحد يكون عنده امتياز بالعلم ويكون يحقق حاله علميا واكاديميا، هذا ما بيكفي. نحن بنشدد كتير وتوجيهنا هو هيك، يعني انه الانسان من خلال العلم يكون رسول، يكون شاهد لقيم، لاخلاق، لمحبه، لعاطفه، يعترف بوجود الاخر كمان. ومن هون يعني نحن نوع من بوتقة، من لابوراتوار، مختبر بنص هالبلد، عايشين بنص بيروت، تدمرت الجامعة لكن رجعنا بنيناها وتوسعنا حتى بمنطقة وسط بيروت، خط المتحف إلى آخره، خطوط التماس حتى نحولها لخطوط لقاء. وهذا اللي عم بيصير اليوم، وبعتقد أنه حضور طلاب من الجهتين ما بيكون إلا مفيد للبنان ولفكرة لبنان اللي هو أكثر من وطن، مثل ما قلنا القديس يوحنا بولس، هو رسالة، هو رسالة تعددية، لكن ما بتكفي التعددية، كمان التعددية بدنا نجمع الناس مع بعضهم حتى يعيشوا مع بعضهم، وإلا التعددية بتصير تفكك بالنهاية. بقى هيدي رسالتنا يعني بالمختصر. اليوم عم نشتغل كتير على هالمستوى هذا حتى نربي أجيال مؤمنة، مؤمنة بأنه بتعيش مع بعض البعض قبل كل شيء. ما بدي أقول مؤمنة بلبنان وبأفكار وبكليشيات وسلوغانات، لا مش هيدا المهم بالنسبة لإلنا. بالنسبة لإلنا أنه هالمختبر هذا الناس تعيش مع بعضها، تسلم مع بعضها. البارحة إجاني هيك نوع من فيدباك من صف، في أستاذي عم تعطي صف علم اجتماع وعم تحكي عن الواقع اللبناني، عم تحكي عن الواقع اللبناني، وكان عليا أنه تحكي عن تيار معين تنقول بموجود بالبلد، واللي موجودين بالصف 60 واحد تقريبا، بيظهر هالصف كتير يعني من هذا التيار. لا كتير يعني مطلوب، في عندنا مجموعتين أو ثلاثة بهالصف حتى مطلوب هذا الصف. بقى في تيارين بالصف بتناقشوا مع بعضهم بكل بساطة وحرية، وبقي كل واحد على بس أوقات بيصير مشكلة كمان، اوقات بيعلقوا. نحن هون حتى ما كمان نساهم انه ما يصير في مشاكل، وانه الناس واذا صار في مشاكل كمان انه نساعد الناس انه برويه، وهذا اللي صار. يتراشقوا بالافكار والكلمات اكيد، مش بشيء ثاني. هيدي اهم شيء بالعاطفه الحقيقيه، خاصه بلد دفع 15 سنه حرب وتقاتل، صار وقت انه يتحوروا بالكلمات. اكيد. طيب ابونا دائما بتردد كلمه ماجيس، ماجيس كلمه لاتينيه دوما الافضل. ماجيس معناتها بالفرنسي ميو، يعني أفضل. بفلسفتنا التربوية كيسوعيين بنقول نحن بدنا نروح، والإنسان مطلوب منه أنه يروح للأفضل دايما. اللي بده يروح على الأفضل بده يشتغل على حاله قبل ما يشتغل على غيره. نحن كلبنانيين وكشرقيين كتير نحب نشتغل على غيرنا قبل ما نشتغل على حالنا. بدنا نغير أنظمة ونظامنا أفشل شيء مثلا. أبدا أبدا. من هون كتير مهم أنه نساعد اللي نحن يعني عايشين معهم، نساعد حالنا كمان. وأول واحد يعني بالجامعة أنا بقول إياها دايما، اللي مطلوب أنه يشتغل على حاله حتى يكون أفضل هو رئيس الجامعة، ومع بعضنا البعض بنقدر نتقدم. وبعتقد من 4 سنين لليوم اشتغلنا كتير بمجالات وخلتنا نكتشف أنه هالكلمة هيدي منا كلمة هيك كليشيه أو كلمة هيك بنقدر نقطعها هالمجلس هيدي، لا هيدي كلمة إلها مفعولها، إلها قيمتها وقيمتها المضافة، بأنه مع بعضنا البعض نتقدم بالجامعة وتكون الجامعة فعلا خادمة بالفكر اللي هو فكر أبونا والبابا فرانسيس، اللي هو يكون فعلا رسل محبة، رسل تشارك، رسل نجمع الناس مع بعضهم البعض، يتحاوروا مع بعضهم البعض، ونبني كمان حضارة جديدة. طيب برداكاش، عندك انطباع انه الجامعة اليوم مش كتير عم بتقدم بتأخر بالحراك الفكري او بالحياة السياسية اللبنانية؟ يعني عم نشوف ستاجنيشن، عم نشوف انه لفترة كتير طويلة في ركود، ما في شيء عم بتغير، بعض الاحزاب تاخد شوية شعبية اكتر على مواقف احيانا، يعني هي ذاتها اللي عم تتكرر، ما في شيء اضافي، ما في تغيير، ما لا على صعيد انه حدا يطلع
تيار جامع أكثر للبنانيين، شو دور الجامعة بهذا المجال؟ مش متروك الحياة كلها لزعماء الأحزاب والطوائف والسياسيين؟ وين الطبقة المثقفين؟ من ضمن الفكر الجامعي ومن ضمن دور الجامعة، إذا فينا نقول في اتجاه عالمي إنه الجامعة هي للتعليم وللبحث. أما ما يخص الرسالة الثالثة اللي بنسميها هي تنمية المجتمع وتقديم الجديد صحيح. للفكر السياسي وللفكر الاجتماعي، هيدا كمان مرجعه أنه العلوم اللي هي نسميها العلوم الصحيحة، من البيولوجيا إلى الفيزيكس إلى غيرها، تقدمت كتير وأخذت مكان واسع، بينما العلوم الاجتماعية نوعا ما يعني خسرت بهالفترة الأخيرة اللي هي 30 سنة 40 سنة على مستوى العالم كله سوا. وكل الجامعات هيدا كمان يعني بنشعر فيه انه ما عاد عم تقدم هالدور الكبير حتى تحرك المجتمع وتغير وتكون قوة تغيير نحو الأفضل. نحن اليوم استدركنا هالموضوع بعتقد على مستوى الجامعة، انه الجامعة عم نشتغل بهالمجال هيدا، لكن انتقلنا إلى شيء جديد. مثلا اليوم بدنا أنه أكثر كلية الحقوق، عم شوف على الصورة هون كلية الحقوق عم بتبين تاخد دور أكثر على من نكون فقط يعني ناس بحقل الحقوق الخاصة، لكن كمان بالحقل العام، وعم نعزز كل ما هو دراسات حقوقية عامة، بس يمكن فلسفة وسوسيولوجي أكثر وكمان على ذلك من الحقوق. كمان يعني هون كمان في صعوبة إنه يكون في عنا مثلا بعلم الاجتماع للأسف ما في كتير طلاب، بالفلسفة كمان في أقل. من هالناحية هيدي الناس عم بتفتش كمان على الشيء اللي هو عملي، اللي هو بلاقي مهنة بركة وظيفة ومهنة وإلى آخره. الناس بدها تاكل وتشرب مثل ما بيقولوا، بينما اللي الاختصاصات اللي فيها نوع من رسولية واللي فيها فكر واللي فيها منا كتير يعني. لكن اليوم مثلا أسسنا بالجامعة شيء مثل يعني هيدا حتى قلك قدي نحن مهتمين انه الجامعة اللي هي بسنوات 1920 لـ30 لـ30 لـ40 وبعدين لحد الـ50 والـ60 كونت الإدارة اللبنانية وكانت فاعلة جدا على مستوى الإدارة اللبنانية، أنه ترجع تاخد نوعا ما دورها بهالمجال هذا حتى تكون الموظف اللي هو قادر أنه يرفع بالوظيفة. منا عم نفتش عن الطائفية بالوظيفة والأخرية، لكن نعطي نفس لهالوظيفة حتى تكون فعلا وظيفة لبنانية وماهرة وقادرة، مش هالوظيفة اللي هي خاسرة وعم تخسر لبنان. فمن هالناحية هيدي أنشأنا اليوم مرصد اسمه مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد، وصار في عندنا هالقنية نوع من يعني قسم يهتم بهالشي هيدا، وبعتقد من خلاله منحب انه هالجامعة تعمل تاخد دورة. هلأ من هالناحية هيدي بعتقد هيدي من ناحية العلمية والأكاديمية، لكن من ناحية الشباب ومن ناحية الطلاب بعتقد هالسنتين خاصة من بعد ما وقفنا الانتخابات من سنتين كتير عم نشتغل على كل شيء اسمه حوار وجدال والتربية على الجدال. امبارحة مثلا كان في عنا كونكور في طلاب من حوالي 50-60 طالب اجوا من العالم كله سوا، وعملنا هالكونكور هذا، وكانوا كمان طلاب من الجامعة اليسوعية مشاركين بهالمسابقة هيدي. وشي حلو كمان انه من الجامعة اليسوعية طلع ناس يعني بين الاوائل، وهيدا بدل على انه عندنا هالهم كمان انه نحن جامعة تعددية، ما بنخفي هالشي هيدا. في من الاطراف السياسية المختلفة، في كمان من الجماعات الدينية المختلفة كمان. بنحب انه الطلاب اللي عم يتخرجوا من عندنا كمان يكونوا قوة دفع للبنان اللي هو لبنان المتحاور، لبنان الجديد، لبنان اللي عنده كمان اخلاق سياسية، واللي عنده كمان هون بدي اقول شغلي يعني لبنان اللي عنده اخلاق سياسية صيغة او فكرة. ايه نرجع كمان للبوب فرانسيس، عنده فكرة انه حقيقة السياسي هي خدمة وهي رسالة، منا هي برستيج ومنصب برستيج ومنصب وكمان تعالي على الناس وقدرة
وقدرة وبوفوار طاقة إنه سلطة إنه بدل ما نكون بخدمة الناس يكون الناس هن خدام لإلنا. ما من هون بعتقد الجامعة كمان عم تشتغل على هالمستوى. رح نحكي أكثر عن هالدور الكبير بعد ما نتوقف مع فاصل. القاضي الريس شكري صادر أحد خريجي هذه الجامعة العميقة كمان رح يكون في له وقفة مع جامعته ونظرته إلى هذا الدور الكبير. خلينا نتوقف مع فاصل. أكيد أكيد توقف مع هالفاصل ونرجع منتابع معك بردكاش.